كما أقيمت في كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد رياضة درب الصليب بحضور عدد من المصلين. ترأس صلاة قدس الأب فراس عريضة بمساعدة خدام الهيكل. تفاصيل أوفى في رسالة مندوبتنا في الشمال نيفين حداد. نسجد لك أيها المسيح ونمجدك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. يا سيدي يسوع المسيح، هأنا منطرح على قدميك، أطلب منك غفران ذنوبي التي أبكي عليها متوجعا من كل قلبي، لأني بها أهنتك أنت الصلاح غير المتناهي. أقيمت في كنيسة القديس جورج الشهيد للاتين إربد رياضة درب الصليب بحضور عدد من المصلين. ترأس الصلاة قدس الآب فراس عريضة بمساعدة خدام الهيكل. وكالمعتاد في كل يوم جمعة من الصوم الكبير تقام في جميع كنائسنا رياضة درب الصليب، وهي عبادة نشئت في القرن الخامس عشر وانتشرت في العالم كله، وغايتها مرافقة يسوع في طريق الآلام للتأمل والاستفادة الروحية منها بصحبة العذراء أم الأوجاع. 14 مرحلة تمثل حياة يسوع بمرافقة أمه العذراء الذي قادنا للقيامة وانتصاره على الموت. بهذا المسير المؤلم في طريق الجلجلة وكمثل القديسة فيرونيكا التي مسحت وجه يسوع بمنديلها بطلب المؤمنين أن تمسح كل خطيئة وشر بواسطة ربنا يسوع المسيح. نيفين حداد لقناة نورسات من محافظة إربد. في قلبي